ترك لنا جلال الدين الرومي الكثير من الحكمة والبصيرة، وذلك من خلال حكمه الجميلة والقوية التي تنطبق بنفس القدر اليوم كما فعلت في القرن الثالث عشر. إنه شاعر فارسي وداعية إسلامي وعالم اللاهوت ومعلم روحي، ويعتبر جلال الدين الرومي الشاعر الذي يحقق أكثر المبيعات في الولايات المتحدة الأمريكية، وقدم لنا منظوراً فريداً عن الكون والحياة يمكننا جميعاً أن نستلهم منه. وفي هذا المقطع سنعرض لكم وصايا وحكم جلال الدين الرومي الخالدة، ولكن قبل أن نبدأ يرجى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. فلنبدأ. لا تتجنب خوض التجارب الصعبة، فهي معلم رائع. هذه الآلام التي تشعر بها إنما هي رسل، فاستمع لهم. ما يجرحك يسقط عليك النعم، والظلام شمعة تضيء سبيلك. لا تلتفت بعيدا، حافظ على بصرك على مكان جرحك، هناك حيث يدخل الضوء إليك. لا تسمح لشيء سواك بالسيطرة على عواطفك. اترك وراءك إرثا يستحق التذكر. لا تتصرف على نطاق ضيق جدا عندما يكون لديك الكون كله في داخلك. ركز على التغيير من نفسك، سيظهر العالم كله بشكل مختلف. اتبع قلبك دوما، وسوف يأخذك حيث كنت في حاجة للذهاب. لك هدف هنا في الحياة يتجاوز بكثير ما قد قيل لك. الحب هو كل شيء. ابحث عن الأشخاص الذين سيضيئون حياتك. لا تأخذ أفكارك على محمل الجد، فلست أسيراً لها. اجلس في صمت لفترة من الوقت، وسيبدو كل شيء أكثر منطقية. نحن جميعاً زوار على هذا الكوكب، لأننا نأتي من أماكن أخرى. العشق هو ترك الاختيار. لا يزال المرء أمياً حتى يقرأ ذاته، ولن يقرأ المرء ذاته حتى يقال لقلبه اقرأ، إلى أن يحين الوصال فإن الشوق لا ينتهي. الحب هو العلة، الحب هو المعلول. ليرتفع منك المعنى للصوت، فإن ما يجعل الزهر ينبت ويتفتح هو المطر للرعد. إن لم تفتح لي الباب فأنا المقيم على أعتابك. ليس كل ما في القلب قابل للبوح. هناك ما يولد ويموت ولا يفصح عنه. وإن أماتوا زهرة في جوفك فبستانك ما زال حيا. أيتها الآلام المتأوهة، لا تقولي آه، قولي الله. هذا الذي تراه غارقاً في صمته ثم يبتسم بينه وبين نفسه ليس مختلاً، هو على الأرجح يستحضر طيفاً يحبه. كن قوياً عزيزاً أمام الآخرين، ثم اذهب وعش ضعفك كاملاً أمام الله. إن سألتني كم مرة جئت في بالي سأقول مرة،
لأنك أتيت ولم تغادرني. الأيام الجميلة لا تأتي إليك، يجب أن تمضي لها. لا يسيء الظن بك من عرفك بقلبه لا بعينه. إن جراحنا هي التشققات التي يدخل منها النور، لذا أنا ممتن لكل جراحاتي. إن جمالك الحقيقي جمال روحك، أما تلك القسمات ستذبل يوماً، بينما الروح تتوهج للأبد. بع دهاءك واشتري الحيرة، الدهاء ظن والحيرة هي النظر. لا تبكي على ما فقدته، فكل شيء تفقده سرعان ما يعود إليك، ولكن في صورة أخرى. فقط دقق النظر. حياة العاشقين في الموت، ولن تملك قلب الحبيب إلا بفقدان قلبك. كل شخص يرى المجهول على قدر نقاء قلبه. ما لمس الحب شيئاً إلا وجعله مقدساً. بالأمس كنت ذكياً فأردت أن أغير العالم. اليوم أنا حكيم، ولذلك سأغير نفسي. اظهر كما أنت، وكن كما تظهر. كنت أسمع اسمي ولا أرى نفسي. كنت منشغلاً بنفسي، لكنني أبداً لم أكن مستحقاً لها. وحين كان وخرجت من نفسي، وجدت نفسي. تعلمت التفكير. بعدها تعلمت التفكير داخل قوالب. بعدها تعلمت أن التفكير الصحيح هو التفكير من خلال تعطيم القوالب. للمرأة حضور خفي لا يراه ويهتدي به إلا رجل متفتح عارف. فهناك نوع آخر من الرجال بداخلهم حيوان محبوس. ليت هؤلاء يقومون أنفسهم أولاً. ليتهم يعرفون أن المحبة والتفاهم هي ما تجعلنا بشرا، أما الشهوة والحمية فلا. لا يهدأ قلب العاشق قط ما لم يبادله المحبوب الوله. وحين يشع نور الحب في القلب، فذاك يعني أن هناك إحساساً بالحب في القلب الآخر. لا تبع نفسك رخيصاً وأنت نفيس جداً في عيني الحق. وضع الله أمامنا سلماً علينا أن نتسلقه درجة إثر درجة. لديك قدمان، فلما التظاهر بالعرج؟ ما تبحث عنه يبحث عنك. يا أخي، أنت مجرد فكر، وما بقي منك عظام وجلد. أيها البشر الأتقياء التائهون في هذا العالم، لما هذا التائه؟ من أجل معشوق واحد؟ ما تبحثون عنه في هذا العالم، ابحثوا في دخائلكم، فما أنتم سوى ذلك المعشوق. إذا أعجبك هذا الفيديو، لا تنسى الإعجاب والتعليق ومشاركته مع أصدقائك كي تدعم القناة، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. في أمان الله.